ال ام سي اس اي، ام سي اس اي في منه فيرجنز، الفيرجن القديم اللي هو 2003 ده كنا بندرس فيه ويندوز سيرفر 2003، وبناخد معاه كمان اكس بي. انت لازم تدرس كده نظامين تشغيل، نظام بيشغل بيسموه كلاينت اوبريتنج سيستم، ده اللي بينزل على اجهزه الموظفين، ده هيبقى مثلا اكس بي 7 8 10 وهكذا. وفي نظام تشغيل تاني اللي هو ايه بقى، سيرفر اوبريتنج سيستم، ده بقى زي الكلاينت اوبريتنج سيستم بس امكانياته ايه اعلى، في حاجات ما بتشتغلش الا على السيرفر اوبريتنج سيستم. في ايام الاكس بي كانوا عاملين سيرفر 2003، فلو انت درست ام سي اس اي 2003 فهتدرس مع السيرفر 2003 اكس بي. طيب الدنيا اتطورت بقى كده، عملوا ايه ال 2008 بقى، ام سي اس اي 2008 النسخه الابديتد بقى بتاعت سيرفر 2003، سيرفر 2008، وده كان فيه منه اصدارين R1 ريليز 1، ده كان الاصدار الاول، وبعد كده كان فيه عيوب فعملوا منه على طول بعديه 2008 R2 ريليز 2. تمام كده. طيب كان قصاد ريليز 1 نازل فيستا، ده اللي كان بيستخدم على اجهزه الموظفين، ومع R2 نزل قصاده ويندوز ايه بقى، ويندوز 7. طبعا R1 ده فاشل، فاشل جدا جدا وفي عيوب كتير، وبرده الفيستا افشل منه، فعشان كده عمرك ما تلاقي حد دلوقتي بيستخدم ولا فيستا، ولو حد بيستخدم 2008 ما بيستخدمش R1، بيستخدم R2 وطبعا للكلاينت ويندوز 7. تمام. نزل بعد كده ال 2016 تدرس بقى معاه، لا مش 2016، 2012 2012 تدرس معاه سيرفر، يعني ام سي اس اي 2012 سيرفر 2012 برضو، ده نزل منه اصدارين R1 و R2، و R1 ده برضو كان فاشل. هنا بقى الميزة ان R1 نزل وراه في ساعتها، R2 ملحقش، يعني ملحقش حد يستخدم R1 الا قليل جدا. تمام. كان نازل بقى قصاد الار 1 ده 8، ويندوز 8، وقصاد الار 2 نزل معاه لا 8.1، ال 8 في منه اصدارين 8 و 8.1. فهنا بعد سير بقى 12 ار 1 نزل قصاده 8، وار 2 نزل قصاده 8.1 على طول. فاللي هتلاقيه بيستخدم 2012 اكيد هتلاقيه بيستخدم ار 2، واللي بيستخدم 8 هتلاقيه بيستخدم 8.8 8.1. تمام. حتى انت لو جيت على اللابتوب ده رايت كليك هنا كده على ماي كمبيوتر، اهو بص احنا زينيها 2012 ايه ده الاصدار التالي بتاعه اللي هو R2. اوكي. نزل بعد كده ايه بقى ال 2016، مفيش بقى منه R1 و R2، هو ويندوز سيرفر 2016 او ده سيرفر 2016، ونزل معاه الكلاينت اللي هو ويندوز 10. نزل فعلا 2019، وفي بعض الناس وبعض الفيديوهات بالانجلش منزله شروحات لي، بس ما شفتش حد لسه بيدرسه يعني او حد بيستخدمه في الشركه. تمام. فده كده الكورس بتاعنا. بص بقى 2003 ده قديم قوي عقيم، ممكن تلاقي بعض الشركات لسه برضو مستخدماه، شركات قديمه مالناش دعوه بيها. 2008 لو هتستخدمه بنستخدم 2008 R2 مع ويندوز 7، ده برضو منتشر منتشر. اكتر الناس بتستخدم دلوقتي يا 2008 يا 2012، 2012 برضو R2 مع ويندوز 10.1، وفي عندنا 2016 مع ويندوز ده 8.1 سوري وده 10. بص بقى تقريبا 2012 R2 و2016 تقريبا حاجات مشتركه من نسبه 98%.
يعني لو انت هو درست، ده السؤال اللي انا عندي والله. بس هو انت لو درست 2016 هتلاقي نفسك عارف 2012 او العكس، فمش فارق تبدا ب 2012 ل 2016، هما الاثنين تقريبا واحد. تمام كده، اختلافات بسيطه جدا وحاجات زياده بسيطه قوي هنا، حتى الحاجات الزياده مش مستخدمه قوي في الواقع العملي. تمام، طبعا ما بين 2008 و2012 لا في اختلافات كتيره بقى. تمام، فاحنا هنحتاج واحنا بنشرح في ال 2016 او ال 2012 هقول لك بص بقى الفيتشر دي مش موجوده في ال 2008، او اقول لك على حاجات في ال 2008 مش موجوده في ال 2006. من الاخر احنا الشرح بتاعنا هيلم ايه؟ هيلم الباكج دي كلها على بعضها، بحيث ان انت تشتغل على اي نظام منهم تبقى فاهم، فاهم كله. تمام كده؟ طيب بالنسبة للكورس بتاعنا، لو دخلنا كده في انترو مايكروسوفت، على كده نشوف نبذة مختصرة. لو انت هتدرس 2008 محتاج تدرس 3 مناهج، 3 مناهج Active Directory Configuring و Network Infrastructure و Server Administrator. كل طبعا منهج ليه رقم، ده رقم المنهج نفسه، ده رقم الكورس، وكل منهج ليه الامتحان بتاعه. فبص في رقم، رقم للامتحان ورقم سوري رقم للكورس ورقم للامتحان. تمام، فده هنا ده 642 642 646. لو انت امتحنت الثلاثه دول هيبقى معاك شهاده ام سي اس اي 2000 وايه 2008. طيب ال 2012 بقى، ده بقى ايه؟ 410 411 412، دول الثلاث امتحانات بقى اسمائهم. تمام، طيب لو انت معاك 2008 وعايز تابجريد ل 2012، مش لازم بقى تمتحن الثلاث امتحانات بتوع 2012، يكفيك تاخد اللي هو 400 وكام؟ 417، ده يديك الابجريد ل 2012، ده فيه الحاجات الجديده اللي في 2012. تمام كده؟ طيب لو انت عايز تكمل بعد كده، يعني انت عندك ام سي اس اي 2012، ام سي اس اي 2012 اخدتها تمام، عايز تكمل بقى سيسكو عامله لك، او سوري مايكروسوفت عامله لك تخصصات بقى، عايز تكمل وتعمق اكتر في السيرفرات، ولا تكمل وتعمق اكتر في الكلاينتس اوبريتنج سيستم، ولا عايز تتعمق في شغل الفيرتشواليزيشن؟ يعني هي عامله لك مجالات مختلفه. شوف انت عاده اكتر واحد مطلوب والناس بتاخده يعني اللي هو ام سي اس اي سيرفر انفراستراكشر، سيرفر انفراستراكشر. يعني الام سي اس في منه انواع، ها زي ما انت شايف كده. طيب ده بالنسبه لي بص بقى، لو انت هتكمل ام سي اس اي سيرفر انفراستراكشر يبقى محتاج بعد ال 410 و11 و12 تاخد 13 وايه 13 و14، يبقى انت كده معاك ام سي اس اي سيرفر انفراستراكشر. طب لو انت عايز تاخد ديسك توب انفراستراكشر يبقى تاخد بعد 10 و11 و12 تاخد 15 وكام؟ و16. تمام كده؟ طيب لو عايز تاخد برايفت كلاود اللي هو شغل الفيرشواليزيشن بعد 10 و11 و12 تاخد 46 و47. لو عايز تكمل سيرفر انفراستراكشر وده ديسك توب انفراستراكشر 2016 بقى، هنا بقى ايه؟ 70 740 و70 741 و70 742. دول كده لو خدتهم الثلاثه، ده بص ده رقم الامتحان وده رقم الايه؟ ده رقم الكورس. تمام؟ طيب انت كده الثلاثه دول هيبقى معاك ايه؟ هيبقى معاك ام سي اس اي 2016. تمام؟ لو انت معاك 2012 وعايز تابجريد ل 2016 زي ما انت كده بتقول عملت، يبقى بعد ما تخلص 2012 تقوم جاي واخد الابجريد اللي هو 70 743، ده الابجريد ل 2016، ده رقم الامتحان بتاعه وده رقم المنهج ايه؟ المنهج بتاعه. عايز تكمل بعد كده، احنا قلنا في ام سي اس اي وام سي اس اي. تمام، سيسكو غيرت شويه بقى هنا في ال 2016، بعد ما سيادتك تخلص اول ثلاثه اللي احنا هناخدهم مع بعض ان شاء الله. تمام، هنا يكفيك اي امتحان واحد من دول. خلي بالك كان في 2012 بعد ما بتخلص اول ثلاثه عايز تاخد اي ام سي سي، بتمتحن ايه كمان؟ امتحانين كمان زياده. لا هنا هو امتحان واحد. يعني مثلا لو انت عايز يبقى معاك سيرفر انفرا بتاخد امتحان مثلا واحد اللي هو 413.
بص بقى، هتلاقي في الماتيريال اللي انا عطيها لك فولدر اسمه ايه، MCSA، لامن فيها انا كل ما يتعلق بال2016 وال12 و8 و2003. طب لو فتحته كده هتلاقي فيه انترو، دي الـ مثلا هنا في الفولدر اللي احنا شرحنا منه الشهادات بتاعت مايكروسوفت من شوية، وهتلاقي هنا في ماتيريال كل الكتب المتعلقة بالكورسات اللي اتكلمنا عليها من اول 2003 لحد 2016. يعني مثلا في 2016 هتلاقي ادي الكورس اللي هو 740 41 42، ده كورس الابجريد. هتلاقي مثلا في الـ40 ده الكتاب الريفرنس اللي انت ممكن ترجع له لو عايز تعرف تفاصيل اكتر. ده البرزنتيشن المفترض الانستراكتور بيشرح منه يعني، بس انا مش هستخدمه، انا عامل حاجات خاصة بيا. دي الاوتلاينز بتاعت كل تراك. طب احنا هنبدأ بانهي تراك، يعني 740 ولا 41 ولا 42؟ للاسف للاسف الترتيب بتاع مايكروسوفت في شرح الكورسات دي فاشل جدا. فانا عملت ايه بقى، انا خدت الثلاث حاجات دول، الثلاث كورسات دول، يعني ضربتهم كده في الخلاط وعملت ترتيب خاص بيا انا. هتلاقيه فين بقى؟ في الفولدر اسمه ورك ماتيريال. يعني مثلا تلاقي بيزكس اند ورك جروب انفايرمنت، هنا حاجه اسمها دومين انفايرمنت. مثلا موضوع زي ايه، موضوع زي الدي اتش سي بي ده، تلاقي بقى ايه مايكروسوفت حطالك معلومات عن الدي اتش سي بي ده في التراك الاولاني تتكلم عليه، وبعدين ترجع تتكلم عليه في التراك التاني، وبعدين ترجع تتكلم عليه في التراك التالت. فانا عامل ايه، انا بقى لامم كل ما يتعلق بالدي اتش سي بي اشرحه لك مره واحده. مثلا حاجه زي الجروب بوليسي، تلاقي مايكروسوفت في الترتيب الرسمي بتاعها مثلا حطالك في ال 740 شوية معلومات عن الجروب بوليسي، وبعدين هنا تحط معلومات اكتر وتفاصيل اكتر، وبعدين هنا اصلا انا عمال مشرح الجروب بوليسي هنا والتفاصيل بتاعتها تكون انت نسيت اللي انت خدته في التراك التاني وفي التراك الاولاني. فعشان كده انا ايه، انا لامم الجروب بوليسي مرة واحدة تتشرح وهكذا بقى. فده الترتيب اللي انا عامله لشرح الكورس بتاعنا، ميكس ما بين الايه، ما بين الثلاث تراكات مع بعض. اوكي، يبقى احنا كده شفنا التراكات بتاعتنا اللي هنشرحها ان شاء الله، 40 41 و 42. تولز، هنا في كل التولز اللي هنحتاجها ان شاء الله، مش هنحتاج ننزل اي حاجه من الانترنت. في مثلا هنا انظمه التشغيل المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء بقى ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7، 2016 و 8 و 3 وهكذا. prepare to exam، فيه هنا كل ما يتعلق بالامتحان والتحضير للامتحان وشكل الامتحان وازاي تحجز الامتحان وهكذا. interview questions، في انا كل ما اقابل فايل موجود في الانترنت او حد يرفعه على الفيس او اتكلم مع ناس دخلت في انترفيوز لاي شركة، بقوم جاي عامل فايلز كده واحطها هنا، وساعات بنزل فايلز جاهزة من الفيس مثلا يكون حد عاملها. فهتلاقي هنا كل ما يتعلق بالانترفيو كويشن، سواء بقى في الكورس بتاعنا الخاص بمايكروسوفت او في الكورسات التانية سواء سيسكو او غيرها. هتلاقي هنا حتى بص ام سي اي تي بي انترفيو كويشن. ام سي اي تي بي ده كان اسم الكورس القديم ايام ال 2008، كان الكورس اسمه ام سي اي تي بي، وبعدين عدلوا اسمه وسموه ام سي اس اي 2008. تمام، وطبعا ام سي اس اي 2012 و2000. فما تستغربش حتى انت لو لقيت اي فيديوهات شرح كورس اسمه ام سي اي تي بي، هو الام سي اس اي بس فيرجن ال 2000 وايه، ال 2008. ورك ماتيريال ده بقى اهم فولدر انا هشرح عليه. يعني مثلا ان شاء الله اول حاجه هنبدا بيها بيزكس، وحاجه اسمها ورك جروب انفايرمنت، وهننتقل بعد كده ان شاء الله على حاجه اسمها دومين انفايرمنت، هي دي اساس الكورس بتاعنا، ونعرف حاجه اسمها جروب بوليسي وهكذا. هتلاقي برضو في كتاب انا مذكرات، يعني انا كاتبها ماي بوكس، انا عامل مذكرات اهي بتتكلم على البارتات اللي انا عاملها هنا في ورك ماتيريال. يعني مثلا كل بارت ان شاء الله هناخده مع بعض ورك ماتيريال اهي، ده اول بارت، ده تاني بارت. هتلاقي برضو هنا في ماي بوكس ام سي اس اي بوك، ده مثلا بارت 3، افتح كده اهو، دي مثلا مذكرة بتتكلم على الجروب بوليسي
77 ورقة كاتبها أنا أهو. تمشي بقى معاها خطوة خطوة، هتلاقي يعني 90% من الكلام اللي أنا بقوله موجود في المذكرات ديت. مثلا في بارت 4، بارت 4 برضو بيتكلم عن جروب بوليسي، بس بارت 3 بيتكلم على النظري بتاع حاجة اسمها جروب بوليسي، وهنا العملي بتاع الايه الجروب بوليسي اهو. تمام. في بعض الورك شوبس هنعملها مع بعض، تطبيق عملي على الكلام اللي احنا هناخده. لو جيت كده شفت الكتاب ده بروبرتيز، حوالي 1400 ورقة. نوقف بقى الفيديو ده على كده ونبدأ في أول الكورس.